رسالة طمأنة بعثها وزير الصحة لمرابط إلى كافة التونسيين في علاقة بالنسخة الجديدة من متحور أوميكرون، وأكد أن هذه المرحلة تصنف كفترة تعايش مع فيروس كورونا ومتحوراته ونسخه. مدير عام منظمة الصحة العالمية أعلن في أوائل سنة 2023 على انتهاء الجائحة. إيش معناتها؟ معناتها باش يلزمنا نتعايش مع الكوفيد، معناتها العباد ترد بالها على رواحها كما الغريب، معناتها اللي يمرض يرد باله. المتحورات هما معناتها دي سو فاريون اللي احنا قاعدين توا حضرنا رواحنا لمجابهه كما عملناه ولا راهو معناتها تلقيح ضد النزله الوافده للغريب و للكوفيد. عندنا كميات هامه جبناهم من التلقيح نسميهم البيفالون ضد الاوميكرون والدلتا، وفما دفعه جديده ان شاء الله باش ناخذوها 300,000 جرعه للمتحورات هذه اللي سو فاريون جدد. دونك ردوا بالنا على رواحنا، معناتها ما يلزمش واحد يعملها معناتها توا كما قبل مثلا. الحمد لله نعرفوها كيفاش العدوى، كيفاش التفاعل معها، لكن يلزمنا نتعايشوا معهم. اللي يمرض مثلا يقي نفسه، يقي عائلته، يقي أكل عباد الكبار واللي عندهم أمراض مزمنة. والمتحورات راهو ديما في تواصل وديما فما جديد، دونك على هذاك سامحني في العبارة ما نعملوش خويفة. هذا وقد تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالنسخة الجديدة من متحور أوميكرون لدى رضيع، وبقية الإصابات سجلت بالنسخة القديمة من هذا المتحور، ويبقى الوضع الوبائي مستقر وفق عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض تخفوس. تبدأ تشوف معناها القاعدة يدور أكثر من قبل الكوفيد، زاد شوية عدد الحالات داير زاد، أما الخطورة ما زادتش. حتى تو نشوفوا عدد العباد اللي مرضى بالكوفيد وراقدين في السبيطارات مش برشا، بين 20 و 25 معناها، منهم ثلاثة في الخواص معناها عند الخواص، وحالة اللي في الأنعاش حالة برك معناها انتوبي هذا اللي في حالة خطر. ما البقية معناها ما فماش حاجات كبار اللي أكثر من العادة، هذا حالة بالنسبة للخطورة نجم نقولوا حالة عادية. ولتطويق الوباء وجب تفادي نقل العدوى والتلقيح ضد فيروس كورونا لدى المصابين بأمراض مزمنة.